هل يخيفكم أن تنصتوا لنبض الشعب الأمازيغي؟ الجزائر تقدمت بشكاية لدى المنظمة الدولية للأرصاد الجوية بدعوى أن المغرب يسرق السحب الجزائرية. 375 مليار دولار أنفقت من مال الشعب، كان المفروض أننا نحارب بها الاختلالات المجالية والاختلالات البنيوية والاختلالات الاجتماعية وأزمة العطالة وأزمة التشغيل وأزمة الصحة. دولة منتجة للذل والعار، وكل ما يأتي من المغرب وما يقع في المغرب هو تهديد للجزائر. النظام الجزائري، نظام الكبرانات، استقبال بعض مرتزقة جدد باحثون عن المال على حساب الشرف والكرامة والأصل والوطن، ودعم وفي سخي من عائدات الشعب الجزائري. اليوم نحن أمام حالة مستعصية بأبعاد مرضية اسمها العداء للمغرب، تصل إلى درجة اعتبار المغرب شر مطلق، وكل ما يأتي من المغرب وما يقع في المغرب هو تهديد للجزائر، وكل نجاح مغربي هو فشل جزائري، وكل فشل مغربي بين قوسين هو نجاح جزائري. الصراع بين الجزائر والمغرب يأخذ أبعادا صبيانية، ليس صراعا استراتيجيا. شيء إيجابي أن يكون تدافع، أن يكون تدافع برامج وتنافس اقتصادي، لأنه التنافس قد يؤدي إلى التكامل. لكن ما يقع في الجزائر تحديدا نظامات الجزائر أو جنرالات سوناطراك، أسميهم جنرالات سوناطراك، للأسف ليسوا جنرالات دولة وليسوا جنرالات شعب، لكنهم جنرالات يديرون مقدرات الشعب الجزائري عبر شركة مملوكة لهم، ويبددون أموالها في كل اتجاه. أن تغدي الانفصال وتتحدث عن تقرير المصير وتنشر الفتنة هنا وهناك، دعوني أقول وباستنطاق الوقائع، أعرف أنه سيكون بعض الجزائريين يتابعون وأتمنى أن يتفاعلوا أو أن يردوا، نظامكم بالجزائر حول الدولة إلى ربع دولة ونصف دولة، وبالتالي لا تتعامل في علاقتها مع محيطها الإقليمي والجهوي والدولي بعلاقات ندية، دولة لدولة أو دولة مع دولة، وتحترم الأعراف وقواعد القانون الدولي في التعامل الدبلوماسي والسياسي، وإنما تتعامل مع أنصاف الدول، مع مالي تتعامل مع الشمال فقط، وتحارب حركة تحرير الأزوات في الجنوب لأنها لها بعد قومي أمازيغي، وتقوي الاتجاه المتشدد أنصار الدين في إطار توازن الإيديولوجيات، لكي تمنع أي انتعاش للفكر الأمازيغي الذي ينتعش ويبحث عن الاستقلال في مجموعة في منطقة القبائل في تيزي وزو. الجزائر نظام الشركة، شركة سوناطراك، جعل الجزائر شركة وتكنة ونصف دولة، أقول شركة تكنة نصف دولة، تعاملاتها السياسية الخارجية تتعامل مع أنصاف الدول، وتصنع الفتن في السودان نصف دولة، في مالي نصف دولة، في سيراليون نصف دولة، حولت موريتانيا تتعامل مع نصف دولة، في ليبيا مع بنغازي وحكومة طرابلس نصف دولة، تستغل تونس وتقوي جناح تيار على تيار نصف دولة، هل هذه دولة؟ إذن نحن أمام نظام يعيش بصناعة الفتن لا بإيجاد حلول للفتن. هذا الواقع ديال هاد الدولة هذه اللي شلنا البارح وبشكل ناسخ وممسوخ، جابوا واحد جوج مرتزقة باحثون عن المال، من يبيع ورد من يبيع وطنه لا خير فيه، إعلان ديال جمهورية الريف. لهذه الدرجة أصبح النظام ديال سوناطراك أو نظام جنرالات يحمل هذا البعد المرضي الباثولوجي تجاه المملكة.
وسميناه بالمغربوفوبيا، الخوف من المغرب، وهو الذي تحدث عنه بنجامين ستورا بالعلاقات الصبيانية، لدرجة أن كل ما يقع في الجزائر من كوارث حتى لو كانت مناخية سببه المغرب، لدرجة أن الجزائر تقدمت بشكاية لدى المنظمة الدولية للأرصاد الجوية بدعوى أن المغرب يسرق السحب الجزائرية. كل ما يقع في الجزائر يتم تحميل أسبابه ومسبباته للدولة المغربية والمملكة المغربية. حرائق بمنطقة القبائل اتهام المملكة، المخدرات بالجزائر اتهام المملكة، قتل السائقين بالجنوب اتهام المملكة، المجاعة بالجزائر اتهام المملكة، التحولات المناخية وعدم تساقط الأمطار اتهام المملكة، وتغذية الانفصال، لأن نظام الكبرانات ونظام الشركة يرعبه دولة تنتعش وتنمو وتحارب من أجل التنمية وليس ضد التنمية. هنا نحن أمام نمط تفكير عسكري يؤمن بمنطق لا أحد ينبغي أن يكون أفضل مني. ما رأيناه البارح يؤكد صوابية وحكمة وقيمة التصور المغربي، خصوصا الموقف الملكي الذي اعتبر أنه الصراع في الصحراء المغربية هو صراع ليس مع عصابة الوهم، مرتزقة البوليزاريو، من باعوا وخانوا وقبضوا، لا، الصراع ينبغي أن نسميه بمسمياته، الصراع مع الجزائر. هكذا قال جلالة الملك، الواقعية تستدعي أن نسمي الأمور بمسمياتها، أي أن ما الصراع اليوم مع في صحرائنا ليس مع عصابة ولكن مع من يمول العصابة، من صنع العصابة، من يرعى العصابة. إلى حدود 2021 والمعطيات الرسمية أكدت أن نظام الكبرانات أنفق حوالي 375 مليار دولار، أنفقت من مال الشعب 375 مليار، منين جات؟ هذه مال الشعب الجزائري، كان المفروض أننا نحارب بها الاختلالات المجالية والاختلالات البنيوية والاختلالات الاجتماعية وأزمة العطالة وأزمة التشغيل وأزمة الصحة وأزمة السكن بالجزائر، لا ماشي تغذية عصابة لعرقلة مسيرة دولة تسير بخطى استراتيجية نحو المستقبل. 375 مليار أنفقت من أجل الوهم لمرتزقة يقبضون ولا يدافعون، لأن ما عندهمش قضية، عندهم صفقة بحال باغنر، لا أرض له، لا هوية له، لا قضية له، هو تاجر حرب يؤدي مهمة حربية سان كومباس، هذه ميليشيات تدفع مهمة أنك الحرب المدفوعة في الثمن، يقبضون هم، يعني جبهة البوليزارو أعتقد بأنها عصابة عرفت كيف تنتعش في أجواء التوتر. و375 مليار هذه فقط المعلنة، وهذا رقم رسمي قيل في مجلس الأمن ولم تكذبه أي جهة الجزائرية أو البوليزاريو، هذا تصريح رسمي قيل ولم يكذب. 375 مليار أنفقتها، أنفقها نظام الكبرانات، نظام التكنة، المتحكمون في شركة سوناتراك على تغذيته. اليوم البارح شنا الانتقال من الجنوب نحو الشمال، لأنهم أحسوا بالإفلاس في الجنوب، أحسوا بتضييق الخناق في الجنوب، أحسوا بأن المملكة تتمدد دوليا وجهويا وإقليميا، مبادرة الأطلسي، الدعم الدولي، الثقة في المملكة وفي خطابات المملكة وفي اقتصاد المملكة وفي سياسة المملكة، المؤتمرات الدولية، الكرنفالات الحاضرة، المونديالات القادمة، الاستثمار القادم،
15 مليون سائح، ما يمكنش السائح يجي المغرب كما كان كيعرفوا بان المغرب بلد استقرار وامن وبلد يوفر مناخ الاعمال، ما يمكنش. الجنوب، الجنوب المغربي مغربيا حسم محسوم بوحدة بحكمة بتبصر الملكي وبحماية جيش الملكي باسل وبطاش وباعترافات دولية وازنة وحاسمة. إذا نحن الآن الجزائر ترتعد، لا تبحث لنا مسرحية أخرى بإخراج مسردي الذهاب إلى الريف، جبال الريف الشامخ، لا، لعبة مكشوفة وهزيلة ومؤلمة لكم، لنظام ينتج الكثير من العار والدم هنا، نظامات جنرالات الدم والعار. أيها الجنرالات، لم تنتجوا إلا العار لتاريخ الجزائر ولشعب الجزائر، أنتجتم العار وأنتجتم الدم. للأسف قلبتم عبارة جان دارك وهي تخاطب الجيش الإنجليزي وهي تتقدم لتحرير الجزء الشمالي من فرنسا، النار ولا العار، أنتم صنعتم النار والعار والدم، فتحتم النار على شعبكم حينما أوقفتم مسلسل الديمقراطية في 1992. العالم كان شاهدا على عرس ديمقراطي، الجزائريون بعمقهم بثقافتهم بحسهم المواطن، لأنه شعب اللي فيه مالك بن نبي ما يمكنش ما عرفش يقرر، الشعب اللي فيه مالك بن نبي ما يمكنش ما عرفش يقرر، اختاروا الفيس جبهة الإنقاذ الوطني عباسي مدني، هذه صناديق الاقتراع تحددت. لكن نظامات العسكر لا تؤمن بتوزيع السلطة أو تفريق السلطة أو التنازل عن السلطة، فكانت أكبر حرب خاضها العسكر الجزائري ضد شعبه. لهذا لا يخيفنا فقاعاتها والتي تنشرون هنا وهناك وهي متبوعة الثمن لبعض الدباب أنكم ستخوضون، لا تستطيعون، لأنكم أنتم جنرالات فنادق وليس جنرالات قناطق، لا تستطيعون ذلك. الحرب اللي خذيتو هي ضد الشعب الجزائري، وقتلتو أكثر من 150 ألف جزائري في ما تسمونها بالعجل السوداء، وللأسف ما زلتم في مسلسل تسويد المستقبل الجزائري وقرصنة المستقبل الجزائري وتبديد المال الجزائري وإهانة الشعب الجزائري. للأسف الشديد هذا واقع. إذا اليوم نحن أمام جار السوء، نحن أمام جار يملك تكنة ويملك شركة، الحل ينبغي أن يكون من داخل الشعب الجزائري، العودة إلى الشعب حينما يحرر الشعب سلطته ويملك سلطته بيده. لن تعود الجزائر التي نعرفها، جزائر الأمير عبد القادر وملك بن نبي والمعطب الناس، إلا حينما تعود السلطة للشعب وليست السلطة بالتكنة، وأن تصبح مهمة الجنرال لا يتكلم إنما يدافع فقط ولا يهاجم ولا يصنع حروبا افتراضية. نظام الجزائر الآن بارونات تكنت سوناطراك متخصصون في التآمر وليس في التعاون، سيتحقق التعاون مع كل الأشقاء وسيبنى المغرب العربي والمغرب المغرب العربي الكبير، وستبنى الفضاء المتوسطي وبين الضفتين، والدخول في كل المنتديات الدولية شريطة أن يترك الجيش السلطة وأن تعود السلطة للشعب الجزائري. هذا هو الخيار، هذا هو الطريق الأوحد والوحيد لكي تستعيد العلاقات المغربية الجزائرية والمغربية والجزائرية مع والانتقال من علاقات أنصاف الدول إلى علاقات الدول، حينما يتخلى العسكر عن السلطة. لكنه لن يتخلى، أتعرفون لماذا؟ لأنه يعرف أن السلطة هي طريق للمحاكمة، أنهم سيحاكمون، فهم يعتبرون أن الحصانة الوحيدة هي البقاء في السلطة. للأسف الجزائر نظام الكبرانات نظام سام، نظام يبت السموم ويدمر العلاقات ويبني أنصاف العلاقات وليس العلاقات الكاملة. إذن أكثر من 40 سنة وهم يدعمون عصابة أنفقوا عليها ما يقارب 375 مليار، والنتيجة خيبات أمل،
وتبديد ثروة جزائرية كان من المفروض أن توجه للتنمية ولإنتاج فرص السغل ولبناء المنازل وللبعد الاجتماعي والبعد الاقتصادي والبعد الإشعاعي وبناء اقتصاد ومجتمع ودولة. للأسف بدد في حرب أو في صناعة أو في تغذية الانفصال، في تغذية الانفصال وزرع العلاقات السامة بين الدول. إذن النظام الجزائري، احنا كنذكروا في 1975 والمغاربة فرحون بإنجازهم التاريخي، المسيرة الخضراء الضافرة المضفرة، احنا شلنا كيفاش طردوا لنا أكثر من 350 ألف عائلة وفي العيد الأضحى، وأخذوا لهم ممتلكاتهم وأراضيهم وتركوهم مشردين، مولوا عصابة البوليزاريو، والآن يلعبون مسرحية رديئة بحكومة الريف. أمر مضحك ومخجل للوقت ذاته، نظام ينتج العار، نهكذا تثار الأمور بين الدول، لهالدرجة أنكم عندكم هذه العقدة تصل إلى المغربوفوبيا، سميتها المغربوفوبيا، هذه العداء الشديد للمملكة المغربية. ما يزعجكم إن نجح المغرب، ما يزعجكم إن نجحت تونس، ما يزعجكم إن نجحت مالي وسيراليون وبوركينا فاسو، ما يزعجكم؟ حجم التبادلات ديالكم مع إفريقيا كاملة ما كتفوتش خمسة الدول، كتعامل مع خمسة الدول والتي تقاسمكم العداء للمغرب فقط. تعاملكم الخارجي الدبلوماسي مؤسس على عقيدة وليس على مصلحة، وحينما أقول عقيدة معناه شيء مقدس حتى لو كان خاطئا، وهو العداء للمغرب. كل من يعلن عداءه للمغرب ستبنون معه علاقات تجارية. عندكم خمسة الدول اللي كتتعاملوا معها، الحجم المالي والغلاف المالي للتعامل مع الدول التي تقاسمكم العداء للمغرب لا يتجاوز 3 مليار، لتعرفون أنكم بدون عمق، وأنكم جعلتم الجزائر بلا جذور وقتلتم مجالها العربي والأمازيغي والأفريقي. جنرالات حولتم الجزائر إلى تكنة، والشعب الجزائري إلى عسكر عليه أن ينفذ ولا يتكلم، حتى وإن جاع عليه أن يصوم ويصبر وينفذ أوامر جنرال لا يعرف كيف يحمي بلاده، وإنما يعرف كيف يصنع الأزمات الخارجية ولا يفكر في إيجاد الحلول الداخلية. الرهان اليوم عند الشعب الجزائري هو رهان داخلي، هو رهان من أجل أنه المجهود الذي يتم. هذا العقيدة اللي عند النظام العسكري هي عقيدة المحافظين الجدد، أي أنه الحفاظ على الاستقرار الداخلي رهين بوجود عدو خارجي، وجعلتم من المملكة عدوا. المملكة لا تعادي أحدا، خطابات الملك دائما خطابات بناء الجسور، وهذا لا يعني أننا ضعفاء، مغالا واحد مغالا جوش كتبين، أقمارنا الاصطناعية ترصد كل حتى عقارب ساعة تبون في قصر مردايا جوا وبحرا، المملكة محروسة جوا وبحرا وبرا بعظمة ملك وقوة جيش وتلاحم شعب. ما تفكر بهذا الهضره، انا كنقول لك بصدق كمغربي، واقمارنا الصناعيه محمد السادس واحد ومحمد سجوش يعني كل ما يقع حتى عندكم تفاصيل تحركات حبة ديال الرمال كنكونوا عارفينها. ما تنشرونه وما ينشره ذبابكم مجرد هديان، مجرد هديان مدفوع الثمن. استغرب لنظام يتفنن في اضاعه اموال شعبه وفي تبديد أموال شعبه. حتى مالي لم يسلم، مالي لم تسلم من شركم، فقط هدفكم هو إضعاف حركة الأزواد. لماذا؟ لأنها كما قلت لها بعد قومي أمازيغي. هل يخيفكم أن تنصتوا لنبض الشعب الأمازيغي؟ هل تريدون تحويل هوية منطقة القبائل الأمازيغية والعمق الأمازيغي فقط للحفاظ على سلطتكم وعلى تكالتكم؟ إذن فمجمل القول، نحن أمام نظام منتج للعار الداخلي والعار الخارجي. جعلتم الجزائر متخصصة في إقامة علاقات أنصاف الدول، وجعلتم الشعب الجزائري في طوابير من أجل قنينة غاز. كل الدول التي تنتمون معها، وأنتم مؤخرا كنتم في مؤتمر قيل أنه للدول المنتجة للغاز، كل نادي الدول الكبار المنتج للغاز وأنتم فيه يا جنرالات،
قارنوا حالكم بحال الدول المنتجة من الإمارات وقطر والسعودية وفنزويلا والنرويج ونيجيريا، قارنوا فقط، فلتقارنوا. أنتم دولة منتجة للغاز وللبترول، قارنوا أنفسكم بالدول التي تشتركون معها في هذا الإنتاج، وأين وصلت وكيف تدير أموالها، لأنها لا تفكر في حروب خارجية ولا في تغذية صراعات خارجية ولا في محاولة تفتيت جيرانها، لأنها تشتغل على المعركة الداخلية وهي المعركة الأهم. أنتم شردتم الشعب الجزائري وجعلته شعبا في طوابير من أجل لقمة عيش فقط لتغذية أو لتصفية ترسبات داخلية. ما زلتم لم تتحرروا من وقائع غلا واحد غلا جوج. نحن أمام نظام منتج للعار ومنتج لخيبات الأمل، ولا أمل فيه ولا خير فيه ما لم يراجع ذاته ويستعيد خيار المعارك الداخلية، وهي المعارك الأهم والأكبر والأشرس، معارك التنمية، معارك الاقتصاد، معارك بناء الاقتصاد الجزائري والمواطن الجزائري والمجتمع الجزائري والحفاظ على التناغم والاستقرار الاجتماعي والأفق الاستراتيجي. هذا هو الجزائر اللي خاصتكم. رهانتكم ماشي هو ضعف المملكة، المملكة الآن محمية ومحروسة برجالات بملكها وشعبها وجيشها ووحدتها. لن تستطيعوا. نحن الآن محصنون، كل مقومات القوة حاضرة. لا تفكروا في هذا المنطق، لا تفكروا. أعرف أن الاستحقاقات الانتخابية الرئاسية قادمة، وأعرف أنكم ترتعدون، وأعرف أنكم تبحثون عن أسباب للتأجيل، وأعرف أنه محاولة تصدير الصراع الداخلي إلى الصراع الخارجي. كل هذه حسابات وقراءات مقروءة ومعروفة ومكشوفة للواقع، لكن فلتكن لكم شجاعة المواجهة، والمواجهة الحقيقية مواجهة اختلالاتكم وأزماتكم وسوء وتدبيركم السيء لمقدرات البلاد والعباد. الشعب الجزائري شعب كريم ومضياف وعظيم، وشعب مناضل وصبور ومتخلق وأمازيغي وعربي ووحدوي. لا تجعلوه شريدا ومهاجرا. عيب أن تكون دولة منتجة للغاز أن تكون مصدرة للهجرة. نحتاج أن تصدروا الأدمغة كما يفعل المغرب، أن تصدروا الخضروات وتصدروا الفواكه وتصدروا المنتجات كما يفعل المغرب، لا أن تصدروا الأزمات والفتن. وأن دولة منتجة للذل والعار، دولة منتجة للذل والعار. وقررت أن أكون محاربا لكشفكم. جنرالات الفنادق، جنرالات شركة سوناطراك، جنرالات التكنة، لا خير في نظام اغتال رئيسا منتخبا أمام شعبه وفي مجلس الشعبي. الصورة واضحة، من اغتال رئيس دولة أمام الناس وأمام أعين الناس وفي مشهد وفي منظر متلفز أو في مشهد متلفز مداع لكل الناس، فهي رسالة للجميع. لا صوت يعلو فوق صوت الرصاص. موت الإنسان الجزائري أصبح واقعا حينما يتحكم فيه جنرالات همهم الوحيد هو تبديد المال والمقدرات الجزائرية من أجل أوهام خيالية لإضعاف دولة تملك كل مقومات الدولة. أما أنتم فمجرد حولتم الجزائر إلى نصف دولة، وحولتم الجزائر إلى تكنة، وجعلتم من الجزائر شركة سوناطراك تتمتعون بأموالها وتبددونها في اتجاهات لصناعة الفرقة وبت السبوب. على أمل اللقاء بكم في فرصة قادمة، أستودعكم الله.